نحن هنا الآن في منطقة حرابة، وهذه العدلة التي هي الآن أمام الوالد منصور معجب. هذه هي عدلة حرابة على يده اليسار، عدلة حرابة إلى قرية حرابة. وهو الآن يقف الدركتل عن العمل، يعني يتوقف عن العمل الآن بهذه الساعة، وإن شاء الله نلقاكم بفيديوهات أخرى ونوافيكم بكل شيء، ودمتم ودام عملنا جاري بإذن الله بدون توقف. طبعا هذا التراب الذي تم قطعه بحجم بلاد، الجندي المجهول الذي يبذل اكثر من طاقته. اسعد الله مساكم بكل خير. لقد تم الانتهاء من منطقة القرب بحمد الله وبعمل منجز عظيم للامانة. وهو الان في عدلة حرابة، في منطقة حرابة يتم العمل هنا استعدادا للرجل. اي عمل تلاحظونه في فيديوهاتنا التي سنرسلها لكم اليوم ويوم غد ويوم بعد وكل يوم، وهي كلها استعدادا للرد من منطقة القرف نحو البلاد، كلها استعدادا للرد. وهذا العمل الذي هو الان جاري امامكم على قدم وساق وبوتيرة عالية، منجز عظيم ومنجز جبار للامانة. هذا العمل الذي تم عليه بعد الانتهاء من القرف. سعد الله مساكم بكل خير. نحن هنا الآن الساعة 5:50 بالضبط. طبعا منطقة القرف جاهزة، وهذا المكان المنخفض الذي هو تم توسعته بالشكل المطلوب، وهو منخفض على منطقة القرف كما تلاحظون، ولكن هذا المكان الذي هو منخفض هو سيتم تسويته مع طلعة القرف بالردم، يعني يحتاج ردميات كثيرة من أجل التسوية. إن شاء الله عمل ممتاز. وهو الدركتال يتجه نحو العطيرة من أجل التسوية استعدادا للردم، كل من القرف نحو البلاد كله استعدادا للردم. عمل موفق إن شاء الله بإذن الله. هذه الأكوام التي يرفها جانبا، منها للردميات ومنها أتربة فقط.